رجعنا معكم مشاهدينا بآخر فقرة من على الموعد اون تايم دايما عبر شاشة مريم تي في. طبعا اليوم بدي احكي بموضوع يمكن بيطال كتار من الناس، وبالتالي عم نشوف على السوشيال ميديا عم بيتم عرض علامات معينة إذا شخص قدم على الترمينال أو قدم على البروفي، وخاصة الترمينال هيدي السنة لأن البروفي ما كان فيه تقديم، عم بيتم نشره على السوشيال ميديا، وخاصة إذا الطالب أو الطالبة كانت راسبة أو كان راسب، وهيدا الشيء طبعا نوع من التنمر، وقديه هيدا الشيء ممكن يأذي الشخص وممكن يأذي اللي حواليه. مشان هيك اليوم حابة أحكي عن موضوع التنمر قديه سيء وقديه مساوئه كتير كبيرة، وبالتالي اليوم نحن إذا عم نعرض حيلا موضوع على السوشيال ميديا وبالتالي عم نتنمر على هالشخص الساقط، قديه عم نكون عم نأذيه، وبالتالي عبر السوشيال ميديا قديه في عالم عم تسمع عن هيدا الموضوع، وهيدا شيء جدا بيأذي الشخص وبالتالي كل الأشخاص يلي عم تسمع. مشان هيك التنمر نحن دايما بنحكي عنه قديه هو سلوك فعلا عدواني متكرر وبيهدف لإيذاء شخص آخر سواء جسديا أو نفسيا. دايما التنمر هو مشكلة كتير كبيرة بمجتمعنا للأسف، والناس ما عم بيكون عندها وعي تعرف شو هو التنمر، وبالتالي شو إذا فينا نقول مضاعفات الخطيرة يلي ممكن تعمل على الشخص يلي عم يتنمروا عليه، حتى ممكن الشخص يوصل لسمح الله لانتحار معين أو يوصل لمرحلة أنه ما يقدر يشوف أشخاص بالمجتمع وبالتالي يكون منزوي بالبيت. أنواع التنمر طبعا بتشمل عدة أنواع، عنا التنمر الجسدي، التنمر اللفظي يلي بيشمل السخرية، الإهانات، التهديدات والشتم، عنا التنمر الاجتماعي يلي بيشمل نشر الشائعات واستبعاد الشخص من المجموعة أو إحراجه أمام الآخرين، وطبعا كمان عنا التنمر الإلكتروني يلي بيحدث عبر الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي وبيتضمن الرسائل المسيئة أو نشر معلومات ضارة. أسباب التنمر طبعا يمكن اليوم نقول ليش هيدا الشخص بيتنمر على تاني شخص، أسباب التنمر عديدة جدا وممكن تعود لمشكلات بالبيئة الأسرية، الرغبة بالسيطرة، الغيرة يلي هي الغيرة المرضية أو انعدام الثقة بالنفس، وممكن أنه يؤدي التنمر إلى أثار نفسية سلبية على الضحية مثل القلق، الاكتئاب والعزلة أو حتى التفكير بالانتحار. أما بالنسبة للأشخاص يلي عم يتعرضوا للتنمر، كيف اليوم فيهم يواجهوا هالآفة إذا فينا نقول؟ مواجهة التنمر بتتطبر رفع مستوى الوعي بين الطلاب والأهالي والمدرسين، وتشجيع الحوار المفتوح حول هالقضايا، أيضا تقديم الدعم للضحايا ومعالجة سلوكيات المتنمرين بعد إذا فينا نقول جزء أساسي من الحل. مشان هيك مشاهدينا اليوم بهالفقرة حبينا نضوي شوي على التنمر، على الأسباب وكيف نقدر نواجهه، لأنه فعلا عم نشوف كتار على السوشيال ميديا عم يتنمروا على أشخاص للأسف ما توفقوا بامتحانات الدولة، ولكن مش عم يقتصر هيدا الشيء على السخرية، ولكن عم ينعرض علاماتهم على السوشيال ميديا أمام ملايين من الناس. مشان هيك اليوم هول الأشخاص بالذات بحب دايما صلي كرمالهم ومنرفع الصلاة كرمالهم لحتى يكون عندهم وعي عن هيدا الموضوع قديه أثاره كتير خطيرة وممكن تؤدي لانتحار الشخص اللي عم يتنمروا عليه. مشان هيك الصلاة كتير مهمة مشاهدينا، ودايما منذكر بهيدا الموضوع قديه حلو يمكن السوشيال ميديا اخده من حياتنا، من وقتنا، شغلنا، ولكن لازم يكون دايما في زاوية وفي وقت للصلاة بحياتنا لنقدر نتخطى كل هالصعوبات بحياتنا. وبالتالي اليوم إذا كنا عم نصلي وكنا مؤمنين فعلا ما منقبل أنه نكون عم نتنمر على شخص آخر، لأنه اليوم يمكن إذا حطينا حالنا محله نقدر نعرف قديه التنمر له مساوئ عديدة، مش بس للشخص، ولكن تخيلوا الأم، تخيلوا البي، تخيلوا الإخوة قديه ممكن ينأذوا بس يشوفوا حدا عم يتنمر على حدا من أفراد العائلة. مشان هيك مشاهدينا بختام حلقتنا طبعا أنا دايما بقولكم الصلاة بتقوي
الصلاة بتعطينا قوة فعلا يمكن ما بتعرفوا قد ايه قوتها الا ما تصلوا. الصلاة بتعطي سلام داخلي، الصلاة بتعطيكم انه تتقبلوا الاخر مثل ما هو، وبتعطيكم سلام واندفاع انه اليوم انا ما لازم اعمل هيدا الشيء لانه هيدا الشيء بيضر الشخص الاخر، وبالتالي الصلاة بتقربني من الله من كل الاشخاص اللي حوالي، وبتنشر المحبة اللي هي اهم شيء. واكيد الاسبوع الماضي كان معنا اتصال مع ابونا وسام وكيم، هيك قال عن الصليب كلمة كتير حلوة، الصليب هو منه شيء نخاف منه، الصليب هو حب، حب لله. وأنا بختم بهالكلمة، كتير حلو أنه نحب الله، وكل شخص عنده صليب بحياته بالعكس لازم يحب هيدا الصليب ليقدر يتخطى كل الصعوبات بحياته. وصلوا وما تتعبوا من الصلاة. للأسف وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم أنا وزميلتي تمارا، ولكن أكيد الزملاء بيرفقوكم بكرة مع فقرات وضيوف جديدة. تابعونا دايما عبر شاشة مريم تي في. الله معكم.